صالح. اولا تشكيل مجلس فوري انتقالي يمثل ساحات محافظات الجمهورية. ثانيا لجان كل المحافظات لإدارة شؤون المحافظات كمرحلة انتقالية إلى أن تشكل حكومة وتعد انتخابات نزيهة. ثالثا تشكيل لجان متخصصة في مراجعة أنظمة الدولة وتنصيب ذوي كفاءات فيها، لا سيما الأجهزة الأمنية والعسكرية التي أساءت إلى الثورة وإلى شبابها. نريد أن يتعاون جميع أبناء اليمن بجميع مكوناتهم وفئاتهم وتكويناتهم إلى السعي لإقامة دولة مدنية حديثة يسودها النظام والقانون. نريد أن نعيش كما يعيش العالم الحر. إننا نطالب إما بتسليم السلطة بقوة إلى نائب الرئيس وفقا لموافقة المعارضة والشباب، وأن تكون له كامل الصلاحيات بناء على الدستور بعيدا عن التيار العنصري من عقاب الرئيس الذي يرفض أن يسلم السلطة، وإما أن يتم تشكيل مجلس انتقالي قوي. يجب أن يكون هناك مجلس انتقالي دوري لكل واجب أن تسمعني وتشكيل هيئة لتغيير الدستور، ومن بعد ذلك يتم المصادقة عليه وتتم إجراءات الانتخابات. بالنسبة للمؤسسة العسكرية أهم شيء تتحرر ولاءاتها من الولاءات للأفراد إلى الولاءات للوطن والشعب، وأن تكون الثروة والمال العام لعامة الناس وللشعب وليست لفلك خاصة ينتقيها النظام من أسرته أو غيره.